حياكم الله أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج حدث وحديث. طبعا هذا البرنامج معني بكل الأحداث العراقية والإقليمية والعربية حتى. الحدث الآن الذي يتصدر المشهد العربي وحتى الإقليمي وحتى الدولي قضية الأحواز، وهنا نختار هذا العنوان لنقول أن الأحوازيون ينتفضون، ونتساءل في ثورة عطش أم ثورة ضد التهميش. لا شك أنه التجفيف للأنهار والتعطيش الذي يجري لها لتغيير الديموغرافيا في الأحواز العربية، هذه المنطقة عربستان التي تعاني من الفقر والتمييز والقمع من قبل النظام الإيراني، هو جزء من سياسات تجفيف الموارد المائية وقطع حتى المياه بهدف تهجير الأحوازيون، وهي هذه السياسة التي تتبعها السلطات الإيرانية بتحويل مسارات أنهار الأحواز العربية من خلال سدود تبنيها طهران منذ أعوام، تسببت مؤخرا في قطع المياه بشكل كامل عن أنهر الأحواز، منها نهر قارون أو كارون ونهر الكرخة، حتى هذا تسبب في قطع المياه عن الزراعة، عن المواشي وحتى مياه الشرب أيضا، وعانى الأحوازيون جدا من خلال عمليات قطع المياه الممنهجة للتعطيش بعد نقل النظام الإيراني تلك المياه إلى أصفهان وحتى إلى طهران وإلى عدد من الأقاليم الفارسية. هنا خرج المشهد في الأحواز إلى العلن مرة أخرى على إثر العطش جراء التعطيش الإيراني، واندلعت احتجاجات الأحواز العربية التي ابتلعتها إيران وتطلق عليها دائما اسم خوزستان في محاولة لطمس هويتها العربية بعد أن كانت تسمى عربستان، ثم طبعا قلبت الإيران والفرس قلبوا الحاء هاء لصعوبة لفظ حرف الحاء العربي، فأصبحت هي الأهواز للأسف ضمن ما تسمى بالفارسية بدلا من الأحواز العربية، ضمن سلسلة من محاولات طمس معالمها العربية ومنع تداول اللغة العربية حتى في شوارعها وفي مجتمعها العربي. وهذه كلها سياسة التطهير العرقي التي تجري في الأحواز، الذين يعتبر العرب هم سكان أساسا الأصليين لهذه المنطقة ويشكلون الغالبية العظمى في هذا الإقليم. والسلطات الإيرانية عبر السنين تعاملت مع الأحواز العربية المحتلة من الباب البوليسي القمعي، فأشعلت الإعدامات اليومية في أوقات وفي سنين مضت، وكان هناك تعليق، شاهدنا صور كثير من النشطاء الأحوازيين الأبرياء علقوا على أعواد المشانق بلا أدنى درجات التقاضي والمحاكمة العادلة، مستخدمة أو يستخدم النظام الإيراني شماعة وكلمة مندسين أو انفصاليين أو مثيري شغب إلى آخره من قاموس الباسيج لتبرير القمع والقتل، وذلك فقط لأنهم عرب ولأن أغلبهم يرفضون الاحتلال الإيراني ويطالبون الأمم المتحدة بحق تقرير المصير عبر الاستفتاء. فالمطالبات بالانفصال أو الحكم الذاتي هي قديمة متجددة في هذه المنطقة في الأحواز منذ عشرينات القرن الماضي. ويبقى هنا أن نقول بعد أنه نتحدث من خلال ضيوفنا الذين سيكونون معنا عن تاريخ هذه المنطقة، يبقى أن نقول أنه عربستان هي قصة أرض عربية الجذور. هذه الأرض رفضت الخضوع أمام محاولات طمس الهوية والتاريخ من خلال تسمية الأحواز بالأهواز ضمن سياسة تفريز أو تفريس الإقليم، معتقدة أنه استبدال حرف واحد اللي هو الحاء إلى هاء قادر على محو التاريخ وقادر على حذف التراث العربي لأهلها. لكن لسان حال الأحوازيين يبقى يصدح أنه الأحواز عربية رغم أن في النظام الإيراني تاريخا وجغرافيا. هذا الموضوع المهم الآن الذي يتصدر المشهد على شاشات التلفزة العربية وحتى العالمية رح نتحدث فيه مطولا مع ضيوف أكارم من الأحواز. طبعا ينضم معي الآن، أرحب بالدكتور عارف الكعبي رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة الشرعية لدولة الأحواز. أهلا وسهلا دكتور عارف، حياكم الله. الله يحييك أستاذ علا، وأحيي ضيفكم الكريم الأستاذ محمود، وأيضا تحية لمشاهدي قناتكم الموقرة.
شكرا شكرا طبعا الأستاذ محمود رح ينضم لاحقا إن شاء الله بعد انتهاء لقائي مع حضرتك، لكن يعني أبدأ من بداية المشهد. مفارقة عجيبة نتحدث عنها يا دكتور عارف، إنه الأحواز التي يتواجد بها 90% من ثروة إيران النفطية، وفيها طبعا أهم الأنهر من ضمنها نهر القارون، وهذا النهر العظيم اللي بيصب في شط العرب، وطبعا اقتطعته نظام الإيراني، اقتطعه بالسدود والتحويلات لتعطيش أهله. فعلا المشهد أمامنا بما تابعناه من قمع ممنهج لانتفاضة الأحوازيين في مدن المحمرة، في الأحواز نفسها، المدينة بالفلاحية بالخفاجية، كل هذه المناظر اللي شهدناها فقط هي ثورة عطش؟ يمكن اختصار المشهد بهذه الطريقة برأيك؟ أستاذة علا، قضية الأحواز والأحواز بشكل عام قضية متجذرة ولديها جذور تاريخية ذو صلة بالجزيرة العربية وبالعراق الشقيق والدولة المشعشعية ودولة بني كعب، خير دليل على عروبة الأرض والشعب في هذه المنطقة. فالأحواز متجذرة في التاريخ، فما جرى عام 1925 على يد أبو الشاه هو احتلال غاشم اختراقا للمواثيق الدولية جمعاء، وبالتالي ما حدث عام 1925 هو احتلال بمعنى الكلمة. وبالتالي ماذا ننتظر من محتل؟ أكيد أول سلم يقدم عليه المحتل هو تغيير التركيبة السكانية لهذه الجغرافيا، بعدين تغيير الهوية العربية لهذه الجغرافيا الثقافية، وعمل على جميع الأصعدة من أجل يغير الطابع العربي والهوية العربية للأرض والإنسان على حد سواء. لكن الناس نسوا المحتلين أو تناسوا بأن الجغرافيا هي عربية بطبيعتها، التربة هي عربية بطبيعتها، والثقافة والمعالم التاريخية كلها هي جزء لا يتجزأ من المنظومة العراقية الخليجية. وبالتالي مش ممكن يستطيع المحتل أن يقضي على كل هذه المعالم بشطبة غلم. فبالتالي ما يجري في الأحواز حقيقة هو صراع هوية، وصراع هوية بامتياز. وإذا كان هناك نعرات عن الماء أو التسمية أو الأشياء هذه حقيقة كلها، أولا الإيرانيين يستخدمونها من ضمن سياسة التفريس للمنطقة والتغيير الديموغرافي للمجتمع الأحوازي، والأحوازيين أيضا يردون على هذه السياسات الغاشمة بالطريقة التي رأيناها بالعشرة أيام السابقة.